يطوروا علاقتهم مع الوطن الأم بحيث يساهموا بما استطاعوا في النهضة الفكرية والمادية والاقتصادية لوطننا الحبيب. فهم مثل ما شعرتم من خلال لقاءاتنا معهم هذه الليلة، أعتقد أنهم كلهم استعداد وكلهم رغبة في تقديم قسط من الدعم لوطنهم، لا أقول قسط من المساعدة على اعتبار أن هذا واجب، وإنما قسط من الدعم بكل ما أوتوا من خبرة، من معرفة، بحكم معايشتهم للأوضاع خارج الوطن.